معايا الآن عبر زوم واحد من المدربين الكبار، المدربين العالميين، درب العديد من الفرق والمنتخبات، طبعا أبرزهم منتخب تشيلي ومنتخب السعودية. معايا الآن خوان بيتزي، نجم فريق برشلونة الأسبق والمدرب السابق لمنتخبات تشيلي والسعودية والبحرين. يا فندم مشرف ومنور، سعداء جدا بتواجدك معانا على التلفزيون المصري، برنامج رقم 10. بداية بالتأكيد عايز أسألك عن تجربتك الكبيرة في المنطقة العربية كمدير فني، إحساسك بيها إيه؟ الفرق بينها وبين إنك تلعب في أوروبا أو تدرب في أمريكا اللاتينية؟ قبل كل شيء مساء الخير، سعيد للغاية وشرف لي أن أكون معكم وأتشارك معكم بعض الدقائق والحديث عن كرة القدم. شكرا على المكالمة. وبالنسبة لسؤالك حول الفرق بين التدريب في المنطقة العربية أو في أوروبا أو أمريكا الجنوبية، بكل تأكيد مستوى الكرة في أوروبا، أنت تتحدث عن المرجعية الأولى لكرة القدم في العالم إذا كنت تتحدث عن أندية أو منتخبات، فعندما تجلس أو تدرب أندية في أوروبا فأنت تتحدث عن أكبر المستويات، الإمكانات الفنية والإمكانات الاقتصادية، إمكانات المنتخبات أيضا كبيرة جدا. هناك فارق عن المنتخبات في آسيا، بما أنني خط تجربتين في آسيا مع السعودية ومع منتخب البحرين، فبالنسبة غالبية اللاعبين في المنتخبات الآسيوية يلعبون في الدوريات المحلية، ولهذا هذا يتطلب منك مجهود كبير في تدريب اللاعبين وفي إعطائهم التعليمات ووضع الخطط الفنية. ولكن مع مرور الوقت وفي خلال السنوات الأخيرة أعتقد أن مستويات المنتخبات العربية تطورت كثيرا والفوارق لم تصبح كثيرة. البطولة الآسيوية أيضا شاهدنا جميعا في السنوات الأخيرة وفي النسخة الأخيرة المستويات كبيرة للغاية.